قبل ما نبدا هذا الفيديو وصلنا 1,000,000 لايك ويلا نبدا. يا سلام، بسوي مشروع وايد حلو، اطلع منه فلوس، ما في غير المسبح. الدخول ب10 دراهم بس، واذا يبون اكل او العاب ب20 درهم بس. يلا تعالوا يا اطفال، تعالوا شوفوا الالعاب اللي عندي. يلا تعالوا تعالوا تعالوا، شوفوا شو كتبت، مسبح غزل المائي. تعالوا الحين بكسب فلوس وايد. تعالوا تعالوا يا اطفال، هي هي تعالوا تعالوا، شوفوا شو عندي. ما شاء الله ما شاء الله، شو عندك؟ عندي مسبح مائي لو حابين تسجلون. ما شاء الله زين، اصلا انا كنت بروح المسبح وطلع مسكر، فالحمد لله لقيتك هني. بس عندكم برايفت عشان اسبح وياكم؟ لا 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 لا، السموحة منك، هذا لأقل من 10 سنوات. بس أنا 11. انت 11؟ بس عادي عادي ادخلي، أهم شي الفلوس، أقصد أهم شي ما تأذين الصغار، أوكي؟ هي ما بأذيهم، بس بلعب ويا صغار. خلاص يعطيك العافية، أنا بدفع لهم يوم يخلصون. لا 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 لا، الحين الحين أريد الفلوس، أخاف تروحين بعدين. أوكي أوكي، هذا حقك. يلا يلا طابور الحين، يلا لا تكونوا مزعجين، أنا ما فيني على الإزعاج. يلا خليكم مؤدبين، تعرفون قوانين المسبح ولا لا؟ يلا الحين واحد واحد يدخل، أول شيء أحمد ادخل. يلا يلا هيونا شوي شوي، أنا مو فاضية. يلا يلا أنتي بعد دخلي. يلا فطامي دخلي، وأنتي صغيرة، منو أكبر وحدة فيكم؟ أنا. اهتمي في الصغيرة هذه. ها وأنتي شو وظيفتك؟ يا سلام، أنا وظيفتي أعطيكم عصير وأعطيكم آيس كريم ويبتلكم مسبح. عصير؟ انزين أعطينا. هي خذوا يبتلكم عصير. يلا تعالوا. لحظة لحظة شوي، لحظة، اللي دافعين 20 درهم منو؟ كلنا دفعنا 20. كلكم دفعتوا 20 أكيد؟ أوكي يلا خذوا. شكرا شكرا. عفوا. هذا احلى مسبح. هي وايد حلو، بخلي ماما كل يوم تجيبني. هي احلى مسبح. ملل. زين شو تبين نسوي؟ العصير مخلص، شو بنسوي الحين؟ شو تبوني اسوي لكم يعني؟ توكم دخلتوا تريوا شوي. يا ربي شو اسوي لهم الحين؟ شو اسوي لهم الحين؟ بجيب لهم الصابون الحين يلعبون فيه. يلا الحين جبت لكم الصابون. اريد الكبير اريد الكبير. لا 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 لا، الكبير لا، في صابون وايد، خذ الصغار بس. انا جبت الصابون حق الصغار، يلا العبوا. اعطيني صابون اكبر. لا 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 لا، هذا بس حقي انا، انا بلعبكم فيه، اخاف ما تعرفين كيف تستخدمينه. يلا العبوا الحين، روحوا يلا العبوا. ها بشغل الحين حقك. يلا ها يلا العبوا، يلا يلا العبوا. استمتعتوا ولا لا؟ يلا خلصوني بسرعة، يا رب تخلص هالساعة بسرعة. أوه تعبت منهم، ما شاء الله عليهم ما يتعبون. أوه خلاص خلاص، يلا العبوا العبوا بروحكم. يا ربي ملل. يا ربي منكم، والله تعبت، بنام شوي.
صوت غزل نايمة. شو رايكم ناخذ الصابون؟ فكرة حلوة. انتظروا شوي بجيب الحين الصابون. باخذ الصابون. يلا الحين برش الصابون في كل مكان. الله وين الصابون؟ الله صابون 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 العموم. صابون صابون. ها تلعبين في الصابون؟ لا 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 تلعبين في الصابون. لا 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 تلعبين. العب بالصابون. هي العب بالصابون. وقفي وقفي وسختي المكان. لا لا وسختي المكان. يا ربي الأرضية كلها صابون. وقفي لا تلعبين. اعطيني الصابون. مو بزين مو بزين تلعبين هني في الصابون. اعطيني اعطيني الصابون. يلا اعطيني. عورتوني يدي. انكسرت يدي انكسرت يدي. عورتوني يدي يدي انكسرت. ما اقدر اقول عورتوني. غزل غزل انت بخير. غزل يدي يدي انكسرت. اطلب الاسعاف بسرعه. غزل انت بخير. غزل غزل لولو لولو تعالي لولو. انت بخير. يبكي. خليني اروح اشوف خواتي. غزل شو غزل غزل بسم الله عليك. شو صار يا غزل؟ شو صار؟ عوروني البنات انكسرت يدي. يلا يلا تعالي بساعدك. هذه دانا هذه دانا لعبت بالصابون وخلت يدي تنكسر. اتزحلقت. اتصلوا بالاسعاف. يلا اطلب الاسعاف. اوكي اوكي الحين بتصل باسعاف. بس انت يا دانا ليش تلعبين بالصابون وانت تعرفين انه خطير؟ وانت يا غزل انا خليت خواتي معك وليش نمتي وخليتيهم؟ يلا اطلبي لي الاسعاف بسرعه خلصيني. وانت بعد يا اصدقائي لا تتصرفون تصرفات بدون ما تفكرون بالنتائج. يمكن هذا التصرف يؤذي غيركم بدون ما تنتبهون. وربي يحفظكم من كل شر. يلا يلا تعالي يا غزل بوديك المستشفى. يا ربي البياعه شافت ماما. شفتوا حصلتها. قبل ما نبدا هذا الفيديو وصلنا مليون لايك ويلا نبدا. دانا ماما قلت لا تلعبين في التليفون. فطامي اهم شيء ما تقولي لماما وكل شيء بيكون تمام. الله يهديك. بنات بناتي تعالوا هني. نعم ماما. وين جوجو؟ جوجو اتسحب. يد جوجو. سمعوا يا بناتي انا بروح السوق فخليكم في البيت. تراني سمعت في الاخبار ان بنتي موجة برد قوية فخليكم في البيت. اوكي ماما. بناتي تعودوا تقولون ان شاء الله. انا اختهم الكبيره اكيد انا بكون المسؤوله. وانتي يا دانا؟ اعرف اعرف بكون المسؤوله. زين انك عرفتي. يلا انا بروح الحين. سكروا الباب وراي. مع السلامه ماما. مع السلامه بناتي انتبهوا على انفسكم. اوكي يلا 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 كل واحد يروح فوق. يلا ما وقت انا مسؤوله. يلا الله الجو حلو. اريد العب قبل ما تجي ماما. فطامي متى تتوقعين بتجي امي؟ بعد ساعتين ان شاء الله. اوكي
انام. ها بتنامين؟ اوكي يا دانا. اوكي بروح انام. ما راح اروح بعيد، بس العب في الحوش. محل الحرية. شو حلو. بناتي وينكم؟ السلام عليكم بناتي. وعليكم السلام يا ماما. بس او بنات، وين دانا اختكم؟ راح تتنام يا ماما. تنام؟ روحي روحي ناديها اطمن عليها. اوكي يا ماما. ماما ما حصلتها. يا ربي وين راحت؟ شوفيها يمكن طلعت برا. اوكي بشوف. ماما اكيد طلعت، ما شفت جوزها. يا ربي انا قلت لها ان في موجة برد جايه. يلا بقوم ادورها. دانا يا الله وين راحت دانا؟ اوه ما اشوف اي طفل في هالحارة. ليش كلهم يخافون مني؟ انا ليلى. بس في خاطري شيء واحد. تعرفون يا فنزاتي، اريد افوز لو مرة واحدة على سوالف بناتي، بس خبروني كيف. في خاطري يحتاجون لي وما اساعدهم، بس الحين لازم ادور لي شغلة. شو رايكم يا متابعين اني ابيع ايس كريم؟ اعرف ما في احد بيشتري مني لان برد، بس بجرب حظي وبشوف لو احد بيشتري مني. خلوني ادور اطفال. هذه بنت صغيرة تلعب كورة، خليني اروح اشوفها. يا بنت يا بنت تعالي. شو انت منو؟ انا بياعة ايس كريم، تشترين مني يا حلوة؟ لا شكرا. يا ربي وين راحت بنتي؟ امي رجعت بسرعه. حسيتها بتجيب على الساعتين. شو اسوي؟ ها طلعتي برا، طلعتي من البيت بدون امك ما تعرف. سكتي سكتي سكتي، خلاص انا بسكت، اريد العب. اوكي بسكت، بس ها بتشترين مني ايس كريم؟ ترى اشتريت كميه كبيره. تشترين مني ولا اناديها؟ يلا هي اعطيني الفلوس. كم؟ 5 دراهم. اوكي يلا لا تخبرين امي. اوكي انت وعدتيني. هذينهم. يا رب ماما تشوفني. يا ربي اكل ايس كريم ولا لا؟ خلاص خلاص اشتريت. خلاص خلاص باكل الايس كريم بسرعه احسن، عشان ما يحسبون اني انا رحت البقاله. خليني اكله الحين كله. يا ربي وين راحت بنتي؟ ماما خلينا ندور عند البغالة، بيشوفوني بيعرفون اني انا هني. دانا يا الله وين راحت دانا؟ دانا يا دانا ليش سويتي شيء؟ ليش رحتي بعيد؟ تتخبى. يا ربي الله يشوفهم يا رب. يا دانا دانا وينك؟ يا الله وين دانا؟ دانا 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 وين دانا؟ دانا دانا هي 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 لحظة، شو فيكم؟ ازعجتونا. لا اله الا الله، اصواتكم لاخر الحارة، شو عندكم؟ ها بنتي دانا ضاعت. ها دانا ما غيرها؟ ها شفتيها؟
شفتها واشترت مني آيس كريم. يا ربي منك يا ليلى، تبيعين آيس كريم في هالجو؟ هي ترى بنتك اللي تباع. خلاص الحين وين بنتي؟ كم بتعطوني وأنا بساعدكم. بنعطيك اللي تبينا بس ساعدينا. أوه أنا اشتريت آيس كريم وما حد اشترى مني، اشترى مني هالبضاعة، يلا خذوا آيس كريمات واعطوني فلوس. لا مستحيل مستحيل اشتري لبناتي آيس كريم وفي هالجو، بعطيك 50 بس ساعديني أدور على بنتي. أوكي هاتي. يلا يا ليلى بليز ساعدينا، شكلك تعرفين الحارة كلها. هي هي أعرف، يلا تعالوا عندي تعال برويكم وين دانا. يلا يا رب نلاقيها. يا ربي البياعه شافت ماما. يا ربي لازم اركض للبيت. لا بس اخاف امي تشوفني. يا ربي شو اسوي؟ شفتوا حصلتها. ها كشفتوني؟ والله ما اقصد يا ماما. بنتي يا دانا الله يهديك خوفتيني عليك. ماما انا اسفه، حسبت نفسي قويه بقراراتي وسمعت كلام لي المخادعه وحطتني ايس كريم وانا اسفه يا ماما. طيب يلا تعالي خلينا ندخل البيت وبسوي لك شيء دافي. يا أصدقائي لا تتهوروا في قراراتكم واسمعوا كلام أهلكم فهم أحرص منكم ودمتم سالمين. إذا عجبكم هذا الفيديو لا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب ولا تنسون تضغطون على انستغرام وتيك توك وسناب. باي حبكم. ضيفونا سناب نصور فيه يومياتنا وحياتنا. وهذا الحساب ضيفونا حبكم. ضيفونا يلا بعطيكم إبرة عشان الدودة تروح من بطنكم. فطامي شو رايك نسير الحديقة؟ فكرة حلوة. تعال تعال نخبر ماما. أوكي ماما ماما عادي نسير الحديقة؟ إن شاء الله يا بناتي، بس انتظر وصول طلبية وإذا جت الطلبية لا تفتحونها. أوكي. يلا شكرا شكرا. قالت ماما ما نفتح السلة بنخليه هني. هي يلا دعنا نروح نلعب. يلا أريد أعرف شو داخل الصندوق. جو 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 تسالي شو داخل؟ أريد أعرف شو داخل. ليل أبي يلا يوم واحد أنا أم دني ودع صفر يوم صلاة. تسمعي لا لا شو أريد أعرف شو داخل في الصندوق. أوكي يلا تعالي بس لا تغبين دني وفطاني لا تصبرين علينا. ديزا
بروح أشرب ماي. ها؟ حيو نجود؟ ها؟ حيو نجود؟ شو سبون؟ ها؟ الصندوق؟ شو ماما قالت ما حد يفتح السلة؟ بخبر ماما عليكم. بخبر ماما. صبروا صبروا. بخبر ماما عليكم. بتشوفوا. ويت ويت. بخبرها بخبرها. ليش تفتحون السلة بدون إذن ماما؟ خلاص بخبر أمي عليكم. لا 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 تخبرونها يا ماما تصف عليا. يا بناتي ليش تأكلون الفواكه غير مغسولة؟ ماما بدي يعورني. ماما أمي يعورني. أكيد بتعوركم بطنكم، لازم أتصل بالدكتورة ليلى، مالي غيرها، كيف تأكلون الفواكه ومن مغسولة؟ وبعدين ليش تفتحون السلة؟ الحين بنادي الدكتورة ليلى. أسوأ يا ماما، أسوأ ماما. بطني بطني يا ماما. الدكتورة وصلت. أهلاً أهلاً يا دكتورة. نعم، شو صار عندكم؟ كل مرة قصة يا سوالف بناتي؟ اسمحي لي يا دكتورة، بس بناتي جوجو وهيا أكلوا فواكه غير مغسولة. أوه، وينهم وينهم الحين؟ تفضلي تفضلي يا دكتورة ليلى. هذين جوجو هيا؟ ما غيرهم جوجو هيا اللي يأكلون فواكه غير مغسولة؟ لين أسوين أسوين يا دكتورة. لازم أسوي لكم إبرة كبيرة لأنكم ما سمعتوا كلام ماما وبابا. لا 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 بابا بابا. الفواكه الغير مغسولة تكون مو بنظيفة، يمكن فيها حشرات أو دود. هيه تكون فيها حشرات وبعد دود كبير كبير، لازم تغسلون الفواكه. اوكي حبيباتي؟ اوكي. يلا بعطيكم ابرة عشان الدودة تروح من بطنكم. لا 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 لا. يلا تعالي يا هيا، بما انك الكبيرة بسوي لك ابرة. وانتي يا جوجو يلا تعالي بسوي لك ابرة. صرتي شاطرة ما تخافين. فهمتوا يا اصدقائي، لازم تاكلون الفواكه مغسولة ونظيفة. لا تنسوا اللايك والشير والسبسكرايب. اقرا دكتور.